خطره. امسك يا كورتوا امسك. اوه لا 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 وش هالغباء هذا كورتوا، والله ابيعك وابيع حتى ابوك جونيور. يا سلام على فينيسيوس، يلا مرر يا حبيبي الى فان دي بيك، يا سلام عليك، يلا يا خميس رودريغيز، بوم 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 بوم، والله صاروخ من خميس لكن بالقائم. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله بمقطع جديد وحلقه جديده من مهنه مدرب، واليوم عندنا الحلقه رقم 5. قبل ما ابتدي اطلب منكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الاشعارات، خلينا نوصل بهذا المقطع اكثر من 1000 لايك، وخلينا نشوف مباشره جدول مبارياتنا لليوم. طبعا اول مباراه راح تكون ضد غرناطه صاحب المركز 19 بالدوري، هذه المباراه سكيب. مباراه مايوركا ايضا سكيب، نلعب مباراه جلطة سراي، مباراه ايضا الكلاسيكو يا حبيبي اليوم الكلاسيكو، وايضا عندنا مباراه ليغانس صاحب المركز 16، المباراتهم سكيب ريال بيتيس، نلعب مباراتهم لانهم بالمركز السادس مثل ما تشوفون. بالنسبه للدوري احنا حاليا بالمركز الرابع، عندنا يا شباب 14 نقطه، وبالصداره اتلتيكو مدريد ولا خساره 21 نقطه، الفارق 7 نقاط بيننا وبينهم. دوري ابطال اوروبا فاحنا بالصداره عندنا فوز وتعادل ايضا مع البي اس جي، فارق الاهداف للبي اس جي مثل ما تشوفون قدامكم، بس ليش احنا بالصداره ما اعرف، يعني احنا فوز وتعادل هم ايضا فوز وتعادل. نسوي سكيب بالمباراه غرناطه وان شاء الله نفوز بهذه المباراه، ما نريد نتعادل. ايش قد انتهت المباراه يا حبيبي؟ ايش قد 1-0 فزنا بس، والهدف سجله كريم بنزيما. مباشره ننتقل اليوم مباراه مايوركا، وهذا المباراه ايضا سكيب، مايوركا اعتقد بالمركز ال20 او مركز 19. تشافي هرنانديز خلاص تفاوضنا وياهم على 3 ملايين سعره، جيد اعتقد هذا العرض، خلينا نبيع اللاعب. نسوي سكيب بالمباراه مايوركا وايضا ان شاء الله نفوز يا شباب حتى نظل على الاقل بالمركز. اوه 4-0، كريم بنزيما سجل 3 اهداف بهذه المباراه، راموس سجل هدف، اعتقد بنزيما هسه اهداف الدوري. هذه التشكيله اللي راح نلعب بيها ضد جلطة سراي، طبعا المباراه راح تكون خارج ملعبنا على ملعبهم وامام جمهورهم مباشره. خلينا نروح للمباراه. بعد هذه المباراه عندنا مباراه دوري يا شباب ضد برشلونه، مباراه كلاسيكو قويه جدا، فان شاء الله نفوز بهذا اللقاء ونفوز ايضا مباراه برشلونه القادمه. المهم نزول اللاعبين الى ارضيه الملعب، احنا بالمركز الاول بمجموعتنا، اعتقد اكو جليتش بس صلحوا لي يا شباب ليش البي اس جي بالمركز الثاني واحنا المركز الاول، بينما هم متفوقين علينا بعدد الاهداف. المهم يلا مباشره صافره البدايه، انطلاق المواجهه جلطة سراي وريال مدريد. يا سلام، هازارد 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 هازارد، لا 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 توصل الكره، ادمن امبابي، يا سلام عليك امبابي الى كرفخال، ممكن عرضيتك يا كرفخال، العب الكره وين 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 الى امبابي، امبابي يمررها الى توني كروس، حطها يا كروس، ترجع الكره بعدها توني كروس الى هازارد، هازارد الى لوكا، مودريتش الى فان دي بيك، فان دي بيك مؤدي اداء اسطوري بالحلقه السابقه، يلا الكوره، يلا يا بنزيما، يا سلام، هي 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 جول 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 جول، الله الله الله، اسيست من كريم، توني كروس يخلها بالشباك، 1-0 هدف التقدم، خلينا نشوف اعاده الهدف، توني كروس مرر الكريم 1-2 جميل، يا سلام عليك والله هدف حلو. زدت صوت المعلق يا شباب وصوت ايضا الجمهور، ما ادري صوت شلون مأثر على صوتي لو لا، راح اكمل هذا المقطع بهيجي صوت. اتمنى تكتبوا لي بالتعليقات اعجبكم لو لا، او نصي او ازيد الصوت بعد شويه، يعني صوت الجمهور اقصد. يلا يا كرفخال مررها، يا سلام، يلا يا فان دي بيك، فان دي بيك، فان دي بيك، فان دي بيك، لحد الان اللاعب مؤدي اداء جيد معانا، الى مودريتش، مودريتش ممكن الى كريم، يلا يا بنزيما ارجعوا، حصل الركنيه جيد، يلا امبابي، يا سلام عليك، يلا التصويب، اوه ركنيه، ممكن عرضيتك يا كرفخال، يلا 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 يا حبيبي، يلا الكوره، ضربه ركنيه، افضل افضل فريقنا افضل، كان ممكن ممكن هذه يا فاران، ممكن رأسيتك، اوه خرجت. قلت لكم بالحلقه السابقه يا شباب اكتبوا لي بالتعليقات كيف اسدد الضربات الركنيه، يا ريت تساعدوني، واللي راسلني على الانستغرام وتكتبوا لي يا ريت الشرح الدزولي على الانستغرام، اتشرف بيكم والكل ارد عليه انا على الانستا. نحاول نسجل من هذه الكوره يا ولد، الثاني لا 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 يا مودريتش، الثاني المفروض اقوى يا حبيبي، اقوى من الاولى المفروض. مبابي مبابي ممكن الى كريم، يلا يا حبيبي جول، لا 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 فان دي بيك، فان دي بيك يرجع، لا 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 المفروض امرر منك على هازارد. نزلت فينيسيوس جونيور، نزلت ايضا اسكو، خليت مبابي يكون راس حربه، طلعت كريم بنزيما، يلا يا توني كروس، يلا يا شباب اريد اهداف، اريد اهداف رجاء، والله نستاهل اكثر من هذه الاهداف، اكثر من هدف واحد، يلا يا حبيبي الكره الى ميندي، ميندي ممكن عرضيتك يا ميندي، مبابي والله حلوه الفكره، مودريتش يرجع مرر يا حبيبي مبابي، جول 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 جول، يا سلام عليك، خلاص هو الهدف الثاني عن طريق كيليان مبابي، طبعا مبابي راس حربه اكيد افضل مما يلعب جناح. هازارد هرب، هازارد
هازارد هرب، هازارد هرب، يلا يا حبيبي كورة كورة، جول 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 جول، اسكو بالشباك، يا سلام هو الهدف الثالث، يا سلام عليك. مهاري اللاعب خطير، جونيور يمررها إلى هازارد، يا سلام، يلا يا حبيبي، يلا يلا يلا، روح 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 يا مندي، أرضية، هازارد، الله، هو الهدف الرابع، 4-0 على ملعبهم، نجلدهم. نهاية المباراة يا شباب، أعتقد بأي لحظة يصفر الحكم، بالفعل نهاية المباراة، أول مباراة، أول اختبار أن فوز بحلقة اليوم 4-0 على جلطة سراي بدوري أبطال أوروبا، وصار عندنا 7 نقاط. خلينا ندخل المؤتمر الصحفي بعد ما فزنا على جلطة سراي يا شباب، فوز مهم كان خارج ملعبنا. خلينا نشوف شنو الأسئلة اللي راح تتوجه لنا. أول سؤال بخصوص سيرجيو راموس، خلينا نشوف السؤال، ما مدى رضاكم على راموس؟ يستحق كل الثناء اكيد، سيرجيو راموس هو القائد، قائد الفريق وافضل لاعب بالفريق اكيد من خط الدفاع. اهم شيء تكون علاقه المدرب جيده مع كابتن والقائد قائد الفريق. طبعا معنويات الفريق مرتفعه جدا. هسه السؤال يخص النادي، وخلي نشوف شنو سؤالهم. السؤال يقول لي فوز غير مقنع، اي تعليق؟ شلون غير مقنع؟ 4-0 غير مقنع؟ لا يا حبيبي، مقنع واكثر من مقنع، واحنا كنا نستاهل هذا الفوز. هل كان من الممكن تسير مباراه اليوم بشكل مختلف؟ لا يا حبيبي، خلي نركز على مباراتنا القادمه، عندنا مباراه مهمه امام برشلونه، نترك كل الامور هذه. يلا خلاص خلاص خلاص، خليني اروح، دوختني الصحفي اصلا غبي الصراحه، ما يعرف حتى يسال. ليتاو يطلب من عندي انه يشارك، راح نخليه يشارك بالمباريات السهله، بس المشكله مو انا جاي العبهم، جاي اتخطاهم. مباشره مباراه برشلونه، وهذه بها ايضا مؤتمر صحفي، والله ما ادري المباراه على ملعبنا او خارج ملعبنا، ما ادري بيا ملعب راح تكون المباراه، مؤتمر صحفي ايضا ما قبل مباراه الكلاسيكو. خلينا نشوف شنو اسئلتهم، اتمنى تكون اسئله يعني ممتازه. هل يمكنكم تعويض الخساره في نهايه الموسم؟ يا خساره، انا ما بعدني ولا لاعب يا حبيبي، خلينا نشوف اللاعبين. انت سؤالك سخيف الصراحه. هل تعتقدون ان نادي برشلونه قلق؟ لا، ما اعتقد ان نادي برشلونه قلق. راح اقول لك قللوا من التركيز على الخصم، اهم شيء نزيد معنويات الفريق، وهسه معنويات لاعبينا فل. كان هناك بعض المستويات الرائعه مؤخرا، هل بامكان الفريق ان يواصل هذا؟ يجب ان نتجنب المشتتات. ما يهمنا هذا السؤال، في هذه اتركها، خلينا امشي نركز على المباريات ولا تشغلونا بامور اخرى. طبعا هذه المباراه راح تكون خارج ملعبنا بملعب برشلونه بالكامب نو، راح ننزل التشكيله. بنزيما اكيد موجود، هو هداف تقريبا، هداف الفريق اكيد، هو هداف الفريق، 6 اهداف عنده بالدوري، ما ادري من هداف الدوري لحد الان. المهم تشكيلتنا راح تكون لهذا اللقاء ضد برشلونه، راح ابدي بخاميس رودريغيز. اعتقد خلنا نعطيه فرصة يشارك، خلنا نشوف رودريغيز وبعدين نفكر في فان دي بيك. فان دي بيك بعده صغير بالعمر واكيد هو مستقبل الفريق. يلا يا مودريتش، يلا يا شباب مودريتش، اريدك تأدي حتى يشتروك، اي فريق اللي يشتريك اريد ابيعك، اريد اتخلص منك، خلاص كبرت بالعمر وما عاد تفيدني بالفريق، اريد لاعبين غيرك. يلا يا حبيبي بالكاب نو، مباراة مهمة، هطول للامطار، الطقس شوية صعب. المهم نركز ان شاء الله على 3 نقاط، على الفوز بهذه المباراة بملعب برشلونة وامام جمهورهم. سافرة البداية، بداية المباراة كريز من يلعبها الى راكيتيتش. والله مباراه قويه، واول كلاسيكو الي كمدرب لريال مدريد يا حبيبي. يلا ضغطوا علي يا شباب، نريد الفوز بهذا اللقاء، نريد ال3 نقاط من ملعبهم وامام جمهورهم. حلوه حلوه يا مودريتش، 5، رودريغيز يلعب الكره حلوه الى مبابي، يا سلام على التمريره، يلا يا مبابي بالسرعه، يلا يا حبيبي، جول يا كريم، لا 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 رودريغيز، لا عرقل عرقل، تدخل من بوسكيتس يا حبيبي، كارت اصفر لسيرجيو بوسكيتس، هذه خطيره، ابعد ابعد يا كورت، وجاي تسوي هازارد 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 هازارد، يعدي من الاول، يا سلام عليك، يلا يا هازارد، المرور، مرر يا هازارد، توصل الكره الى مبابي، جول، الله، تاركينا بدون رقابه ويحطها بالشباك، جول الهدف الاول، يا سلام كينيان مبابي، 1-0 على برشلونه بالدقيقه 25. شوف تمريره هازارد، مبابي بدون رقابه صوبها مباشره للشباك. غريزمان اعتقد راح يرفع الكره من 27 متر، العرضيه عاليه، خلص خلص يا كورت، ويا سلام عليه، خطرة، امسك يا كورتوا، امسك، لا لا لا، وش هالغباء هذا كورتوا، والله ابيعك وابيع حتى ابوك. دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك يا راموس، دير بالك يا حبيبي، دير بالكم يا شباب، دير بالك يا فاران، ركزوا يا شباب، بعده ممكن. اوديونج تصويبه سهله سهله بيت كورتوا، خلاص اعتقد باي لحظه راح يصفر الحكم نهايه المباراه او الشوط الاول. يلا العب الكره لهازارد، خلاص صفر يا حكم مارسيلو، خلاص خلاص نهايه الشوط الاول، 1-0، والله شوط صعب علينا، فقط هجمه واحدة بس، المهم متقدمين بالنتيجة، 1-0. مبابي مرر يا مبابي، يا سلام مودريتش، لا 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 لا، كرتك سهلة يا لوكا يا مودريتش. فان دي بيك
وايضا فينيسيوس جونيور نزلوا يا شباب، خلي بنزيما يطلع، ايضا طلعنا لوكا مودريتش. يلا الكره عند هازارد، هازارد يا هازارد ايش سويت يا هازارد؟ لعبها الى خاميس، رودريغيز، رودريغيز صعبه، اوه عرقله وتدخل، مشكله ما اعرف اسدد الضربات الحره الفيفا نهائيا، ما اعرف اسددها للضربات الحره. اعتقد هنا راح تكون بشكل جيد يا شباب. لا 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 وين يا مصطفى؟ ما اعرف يا شباب، ما اعرف كيف اسوي بالضربه الحره. جونيور يا سلام على فينيسيوس، يلا مرر يا حبيبي الى فان دي بيك، يا سلام عليك، يلا يا خميس رودريغيز، بوم 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 بوم، والله صاروخ من خميس، لكن بالقائم ضاع 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 الهدف. كان ممكن جول يا خميس، اخر ضربه حره واخر فرصه لبرشلونه. كريزمان، كريزمان يلعبها كره عاليه راحت الكورت، ويا سلام عليك، خلاص خلص الكره، سافرت الحكم، نهايه المباراه، 3 نقاط من ملعب الكامب نو، فوز مهم جدا على الرغم من الاداء الصراحه متواضع اداء فريقنا، لكن المهم ال3 نقاط واهم شيء هي بهذه المباراه الكبيره خارج ملعبنا بملعب برشلونه. هسه مباراه ليغانس يا شباب، طبعا غيرت بالتشكيل، نزلت ذول اللاعبين، المهم خلينا نسوي محاكاه لهذه المباراه وان شاء الله نفوز بها. اوه فزنا 3-0 يا حبيبي، و3 اهداف سجلهم كيليان مبابي يا حبيبي، رهيب 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 رهيب. تم ايقاف ميندي لمباراه واحده بسبب سلوكه بالمباراه، ما اعرف شنو سوى ميندي. المهم خلينا نروح للتشكيله ونشوف افتراضيه. اوكي تشكيله جديده، اوه منا نقدر نضبط التشكيلات، هذه تشكيلتنا الاساسيه راح تكون بهذا الشكل، بس فان دي بيك راح يطلع من التشكيله الاساسيه، نخلي ايسكو بداله، وممكن بالتشكيله الاحتياطيه الاخرى نضبطها ان شاء الله بالحلقه الجايه، ونسوي لنا تشكيله ثانيه، يعني عندنا لاعبين بالهبل ما شاء الله، فنضبط لنا تشكيله اخرى باذن الله. اجي عرض لمن هذا؟ هذا اعتقد يوفنتوس، نادي يوفنتوس يردون، او ب 35 مليون يردون لوكا مودريتش، والله ما ادري شو اسوي بهذا العرض، بس راح احاول ابيع اللاعب بسعر اعلى من هذا السعر ان شاء الله. خلي ندخل مفاوضات مع نادي اليوفي ونشوف ايش راح يصير. اتمنى تصححوا لي، هو صح نادي اليوفي هذا مو صح يا شباب؟ اوه غضب 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 وراح وما وافق زعل من عندي، لان الصفقه كان او الرقم اللي طلبته يعتبره غالي على لوكا مودريتش، 45 مليون، مو مشكله يجي له عرض ان شاء الله بالايام الجايه. اوه مبابي يصاب اثناء التدريبات، مو وقتك يا كيليان. اوه لا 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 لا، 3 اشهر انصاب كيليان مبابي يا حبيبي، والله لا 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 لا، غريب غريب غريب، مبابي يصاب لمده 3 اشهر، كيف راح اخليه يتعالج من هذه الاصابه؟ يعني التدريب اللي خليته انا بيه تعرض بيه للاصابه، المفروض ما ادربه وما اخلي الارهاق يزيد على اللاعب. خلاص كيليان مبابي راح يطلع من الفريق لمده 3 اشهر، فننزل فينيسيوس جونيور والبديل راح يكون رودريجو. يعني احنا ما راح نتاثر بشكل كبير، بس راح نخسر مبابي الصراحه. مبابي لاعب كبير وردناه يتطور وردناه يلعب مباريات كثيره هذا الموسم، تقريبا نص موسم مبابي راح ب3 اشهر. طبعا اعتذر يا شباب اذا خليت الحلقه تكون طويله عليكم، هاي ان شاء الله اخر مباراه راح تكون بحلقه اليوم، وهذه تشكيلتنا لهذا اللقاء، ان شاء الله بالشوط الثاني راح نسوي بعض التغييرات. لا 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 لا، خلي بس كورتوا يا شباب، راح اطلعه، راح انزل اريولا، ولو اريولا معار ما اعرف يعني شلون، راح ندبرها بالانتقالات الصيفيه، رادنا لاعب خط وسط او لا يرادنا حارس فقط، حارس احنا بحاجته اكثر من اي مركز ثاني، حارس يكون بديل لكورتوا او يكون اساسي وكورتوا نخليه بديل. طبعا هذه المباراه على ملعبنا وامام جمهورنا، ولا تنسون يا شباب احنا اشترينا كانتي بالحلقه السابقه، يعني بالنسبه لحد الخط الوسط احنا ضبطناه، بس لازم نبيع مودريتش وان شاء الله نبيع ايضا توني كروس ونشتري لاعب بداله، انا اعتبر ذول اللاعبين صار عندهم اشباع بالبطولات. يلا يا مودريتش، يا سلام الكره عند او مارسيلو الى هازارد، هازارد 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 هازارد، لا 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 حصل ركنية، جيد جيد، اوه ركنية ركنية يا حكم، ركنية ركنية يا حبيبي، انا منا شفتها ركنية، هذه خطرة، مرت هذه التصويبة السريعة والخطيرة والقوية على الطرف، يلا يا كربخال، الله يا حبيبي خلصها كربخال باللحظة الأخيرة، دير بالك من هذه الكرة، ابعد خلص الكرة، وين لا حبيبي، يا حبيبي كيف تتركها؟ كيف تتركون المهاجم وحدة وراكم؟ هدف أول لريال بيتيس، شوط أول ينتهي 1-0، لا 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 لا، والله الصراحة أدائنا بالشوط الأول كان ضعيف. اوه اوفسايد 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 يا حبيبي اوفسايد، جول 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 جول، خلي نشوف الاعاده، يظهر ما بها اوفسايد، اكيد ما بها اوفسايد، يعني اوه والله يظهر على نفس الخط مع باران. يلا طويله الهازارد، هازارد 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 ينطلق، اوه تدخل، لا 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 لا، هازارد يحصلها، يلا يا هازارد المرور، اوه عرقله وضربه جزاء صحيحه لايدن هازارد، هازارد اللي راح يصوب، وين اخلي الكره يا شباب؟ خلي نسددها من هذه الجهه ان شاء الله تكون بالشباك، هازارد 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 هازارد، اوه
الحارس لا 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 يا حبيبي لا، كيف صد هذه الكرة؟ اوهو الى اسكو، يا سلام الى كريم بنزيما، يا بنزيما سجل يا بنزيما، نزلت رودريجو نزلت ايضا، يا حبيبي كرة خطر، اوبو بو بو بو. يا شباب فان دي بيك نزلت ايضا بدل اسكو، يلا العب 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 يا هازارد، يلا الكرة فان دي بيك دخلي، لا اليوم ما مقسوم ان نفوز، فريقنا الصراحة ما محظوظ اليوم، ما ادري سيء سيء، خلاص صافرة الحكم نهاية المباراة، خسارة 2-0 على ملعبنا وامام جمهورنا، وخلي نشوف منو متصدر الدوري. احنا نبقى بالمركز الرابع يا شباب 26 نقطة، والفارق بيننا وبين اتلتيكو مدريد 6 نقاط، او فالنسيا، فالنسيا هم اللي بالصدارة، اتلتيكو مدريد فارق بيننا وبينهم 35 نقطة، برشلونة نقطتين الفارق عنهم. احنا للأسف هذه الخسارة رجعتنا للمركز الرابع، اعتقد كنا بالمركز الثالث احنا، بس نقول ان شاء الله راح نرجع نتصدر بالحلقات الجاية، او نتقدم للمنافسة ونزيد الخناق على المتقدمين. طبعا 26 نقطة والله صعبة هالموسم هذا، المنافسة شرسة على الدوري بين اتلتيكو وفالنسيا وبرشلونة وايضا ريال مدريد وريال بيتيس. بالنسبة لهداف دوري ابطال اوروبا كوستا، دياغو كوستا لاعب اتلتيكو مدريد هو الهداف، فان دي بيك من فريقنا عنده 3 اهداف، والله فان دي بيك ممتاز. اما هداف الدوري فكراميريتش لاعب فالنسيا 12 او 11 هدف، عندنا كريم او امبابي عنده 7 اهداف، يا حبيبي بنزيما ايش قد عنده؟ بنزيما ايضا او بنزيما 6 اهداف. جدول مبارياتنا ان شاء الله بالحلقة الجاية راح نلعب ضد جلطة سراي مباراة الإياب على ملعبنا، عندنا مباراة إيبار سكيب، مباراة ان شاء الله نفوز بها بالسكيب، سوسيداد مباراتهم سكيب، ومباراة البي اس جي راح تكون بالحلقة الجاية، ايضا مباراة الافيش سكيب يا حبيبي، وعندنا مباراة كلوب بروج اعتقد سكيب، حتى نلعب مباراة فالنسيا ان شاء الله، راح ندخل شهر ديسمبر بالحلقة القادمة بإذن الله. طبعا اللي هنا وصلت لكم نهاية الحلقة يا شباب، ضغطوا اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات، خلينا نوصل بهذا المقطع أكثر من 1000 لايك، في أمان الله.